تبنى سد سيدي البراق على البحر، السد الوحيد اللي عنا على البحر. اش معناها؟ معناها السد موجود جوست انا مون دو لا مير في شط الجزويره ويطيش في البحر. عندي 300 مليون دو متر كوب دو كاليتي اكستراوردينير، تصفيه وتشرب الماء 0.5 غرام بار لتر. هناك يبار الميم اللي الماء في سد خزز في السد. علاه الماء داير بين الشرق وجنوب وغرب، ونحنا ما عندناش مي نش نهزوا الماء بالفوق البهايم نشربوا مع البقر. توا قاعدين الجماعة ضمن منطقة مشارقة قاعدين يعبوا في الماء من منطقة الطرف اللي هو عندهم الماء ضمن منطقة الطرف اللي هم جيراننا، يعبوا في الماء على بعد كيلومتر باش يهزوا هم على ظهورهم توا يرسلوا للدار. فهمتني؟ بالكيلومتر هذايا توا كانوا يعبوا هم يمشوا يعبوا من الماء اللي موجود عندهم في المشارقة غاديكا ما يلقوش بقعة باش يعبوا، ما عندهمش الماء مخصوص عليهم هم ديجا جملة ما يهبطلهمش من الماء. فهمتني؟ فهمت شوية الماء اللي هابطين من الجبل يهبطوا في الخزنة يعرضوا لهم الدوار القريب لهم غادي الحي القريب لهم يعرضوا لهم الكاوتشو نتاع يهبطوا هم لهم يشربوا بيه هم يقعدوا الدوار الاخر بلاش. من اللي فات علينا الشتاء ونحن نعبوا نلقطوا من نقاعه من نقاعه، قبل كانت نقاقع الشعب نقعوا من الشعب توا لين نجيبوا من هني نلقطوا من هني بناتي بالنقاعه تلقانا نلقطوا والله ما نلقوا فيه الهوش يشرب. هاي دار ربي ما نلقوا معبي بالهوش يشرب فيه هني كل عام ديما كل عام عذبي خاصه في الصيف ما نشربوش المي خلاص. ناي بناتي حابك بسبت قالوا لي ظهرك ما هنا مفتكوك ما نجمش نجيب المي نجي نجيبك ببيزات ما نخلط بها نمرض عليها نهاري نجيب دبوزه ما نمرض عليها نهاري. هاك شفت من جبت صايم رمضان صدقني زعما فطرت في الثني والله العظيم زعما فطرت في الثني خاطر هذا يدري هذه المره الساز باش نجيب معنا الزبادين على البمحشا كذاك عندي خاطر مالي غاديك معدي لهم المي فهمتي نمشي باش نجيب من عنده باش نشرب لهنا معناها نعديه النهار الكل في المي للركب الفتره العشي هكا هاني مشيت جبت هوض باش نزيد نرجع المهم نعديه النهار الكل نمشي ونجي لا خد حط في الدار ما عادش واصله باش نخت ما عادش واصله باش نخت المات مد قال لك اخويا هلا غالب عندي ثلاثة ايام مشيت له قال لي برا قلت له باش سيد الوالي باش نزل سنه قال لي تهدد فيه بالولايه برا مشى الوالي قدامك مسكر علينا مسكر علينا تبعنا نحن ما تتبع السلطه نحب نرتاح عمري 60 سنه ران وني نهز على ظهري واش عملت بني ما طلبت هاني شفت اقسم مش معناها شوالي هذا كان اي واحد ينجم يقول لي سكر عليه حتى الكلاب ما عادش تنفس ما تنجمش تشرب والله العظيم لا تنجم تشرب توهم يقول كان الماء والله لا عندهم ماء ولا يشربوها معناها انت تصور كل يوم تصير عركه في البلاد هذه طابت المركز تلقى كل يوم عندهم عركة على الماء كل يوم خزان مسخ ياسر تخزن الوسخ اللي فيه نشربوا في الدتيتين من وقت وسط برقيم الحل اللي شفتها فيها كديما كما كان نحن ناس تعبين على الاخر منهم واحده من الناس ولادي دي نفرح بهم في وقت المكتب وفي المكتب نبعثهم لبلاصه اخرى باش يعيشوا على الماء دي نخليهم عربه صغار مخلي معايا غشيره واحده علاش على الماء نعرفهم ولادي كان مشتى للشتاء نبعثهم للولايه بنزرت خاطر عندهم شويه ماء من غادي كي يتمتعوا بالماء لكن نعتشر نشرب ما نكذبش عليك نقولك راني نشرب في الصاف سمعتني نعطش نشرب حتى من واحد من واحد خاش يزمك تشرب هذاك اللي صاير تو في بلادنا نحن صاير بالحق تعطش تشرب
تفطر تشرب حتى من واحد عندك ما عنيش لا شايف جبال ما فيهاش كتقول هكا حتى قطر نتاع ماء بخلاف الواد الواد ما يشربش الواد عليها بالكل مش نتوانسه نحنا توين صرنا نحن مش حاسبك حتى ما تكلم تقول مش حاسبك حتى اسكم المي المي فيه أزمة كبيرة فبالنسبة للمنطقة اللي ساكنين فيها في زاقة زاقة تشكم المي من العطش يمشوا حكاية 5-4-3 كيلومتر باش يجيبوا الماء وزوز كيلومتر عندنا ماء غير صالح للشراء غسيل معون ولا صابون قاعدين نغسلوا من الويت ما عندنا شي ماء نمشوا للطرف نجيبوا من الطرف على الباي شق الواد شق الواد كي يبدو الواد حامل نجيبوا في الكهرباء من عوشتات الماء تاو ما لقيت ما نشرب نجيب ما تعرف عندي جماعتي مواليه وكان مش مواليه يعطوا فيا بالبيدون عندي بهيمه نجيب عليها في الشتاء تغرق طابعة ما تبيش البهيمه تمشيني خلاص تنجيب على ظهري الواد حامل يهزني الواد نولي نشرب في الميزاب نتاع القطر نتاع النو ونصب النو ما صبتش النو ونقعد بالعطش ما لقيت ما نشرب الا سبه لهذا جايبينها لنا من زاقة من هكا مالح نهار تجري وثلاث شهور ما ثامش وحتى كي تجري نجي نشربها كرشي تولي تجري منها مالحة ما تشربش من عام 73 ونين عاني فيها للآن الوقت الحاضر لا يجينا شيخ لا يجينا معتمد لا يجينا ما يعرفهاش زاقة اسأل معتمد برا اسأله قولها زاقة تعرفهاش تو كان مش نتاع الماء نتاع السقوي هذا نغسلوا به في حوالينا ونساو به صايبينها الماء هو كالكيل صعب وعندنا أربع أسباب اللي تمشي سبالة هذا الموجود وسبالة بالصف مشكلة الماء عويصة ولها سنوات على قد مشكينا إلى حد الآن ما فهم حتى ذو إنسانة تلو على ظهورها تلقوها زلع الواحدة تجيب مسكينة بتعبي كل أربع بدين وتبدأ تجر فيهم اللي عندها دابة هكا يهز والما عندهوش هان المراهي لتكر يمشوا على حشاك على البيم يشدوا صف راهو ديما الصف موجود راهو صباح ولا عشيرة وين يجي تورا يعبي بوادنا ويحطهم فوق البيم ويروح هذا اللي كان عنده بي ما ثماش مرته هي التز علاش مش الراجل نعم الراجل هاي نخرج قبلها هي أكثرية الشباب ما بقاش حتى شاب بقيت كالكهول هي اللي تعاني وزاد تعبت أكثر أما الشباب الناس خذات في تبرقة وناس سكنت في تونس واللي اللي لقى خدمة مشى على روح شيء نحن بالنسبه للولاجه ما عندناش امورنا تعبه تقولي نحن مشنا في الخريطه مشنا في الخريطه لا تعبين من مي تعبين من كل شيء الناس تجيب بالكراب ثم الناس واصله بالحق وثم الناس بالنسبه لي اني امور على قد لا نجيب في كراب ولا حتى كان جاره حنا تالي بدون مي جابتني ما جابتنيش الجاره ما عطشانة لاني لاولادي لا ندوش ولا حتى شيء ما ندوشوش ما عندناش مي تتصور بدون المي نجيبوا فيه ب 600 فرنك أنا هنا تو 7 في العيل ومعايا بابا والعزوز 8 في العيل تتصوره نجيب كل يوم 8 وبادين وما يكفونيش وصلنا عملنا وقفة احتجاجية في وشتات ورصدنا جماعاتنا عدوهم قضايا مثلا عدوهم على باش يحكموا عليهم بالسجن كل حد 8 أشهر سجن 5 من الناس نقعدوا بال 20 يوم ما ندوشوش أقسم بالله لا ندوشوه أقسم بالله بال 20 يوم لا ندوشوه قتلنا العطش وقتلنا المزيل معناها المية نستحفظوا على المية أكثر من الزيت
معلميه يجي هجرتنا من كثر ما عندهم ما عندناش ماء، مع جايتنا معلميه والماء داير بين الشرق وجنوب وغرب، ونحن ما عندناش ماء، نش نهزوا الماء اللي فوق البهايم نشربوا مع البقر. ونهزك ليها وتحب نهبطك ليها نهبطك ليها. عين يا عين يا رب، يشرب منها الكلب والحشاك والحلوف والخنزير والناس كلها. نحفر البير على بعد 500 متر من السد، البير هذا يعني خدمناه غرقه تويك 4 متر وتكلف ب 3 ملايين. حابين نكملوه ماهوش كافي الماء هذايا. مشينا عملنا اجتماع في البلدية بحضور السيد المعتمد، يتضح أنه اللي يمشي له يعمل مطلب يقول له أعطيني شهادة ملكية. في نبزة ما عندناش شهادة ملكية، الناس الكل ما عندهاش شهادة ملكية. منطقة الصقوية بصراحة تطلب ضخ أموال كبيرة باش نعاودوا نهيئوها لقاعدة صحيحة. والإمكانيات الموجودة عند المندوبية ما تسمحش، تسمح بترقيعات ماهيش كافية، فهمتني؟ وكما قلت انت في اول سؤالك شكون المسؤول على التصليح، انا نقول لك راهو فما عقد يربط المجامع بالمندوبين، فما ديكون دويت فيهم ديامتر معين على ذمه المندوبيه، والمعناه وبقيه الشبكه معناها تتكفل بها المجامع. ثم مجامع مائيه شكون يستغل فيها؟ والمواطن يخلص راه مش مقصر، يستغلوا فيها رؤساء الجمعيات وامين المال هم الأعضاء في الجمعية، يأخذ لك فلوس واحد وكذا أشياء، لكن الفلوس المواطن يلموه الكل يأكلوه هم رئيس الجمعية وأمين المال، ومن بعد فهمتني يعمل لك يقص ستاك بتبيعته ما يخلصش، يسكر الضوء شكون يتحرم فيها؟ الظرفة ظرفة المواطن. أنا تشوف السبالة ناجحة، فماش ماء نعمل في مقابل معناها نتاع 2500 فرنك، معناها مقابل الشهر مرش عاملين واحد يدور في الماء، معناها عساس يدور في الماء، مره يشرب هضمه ومره يشرب اخرين ومره كذا، كل سوايع في بقه. فما ناس معناها الماء هذا خارج معناها في ارضها معناها من قبل معناها عندهم الماء، واحنا معناها بحكم كنا عندنا السقوي قبل، لكن وقت اللي جاوا وعملوه في الحلاق معناها عدوه لنا اسباب كيف هكاكي واحد، وقت اللي تعدى في الحلاقين في الريزو واحد وكذا زاد عاود سكر، هي عين من اصلها معناها فيها الكالكير، وقت اللي سكر الريزو معناها فسد الماء. بالنسبه للجمعيه تاسست 98 وفي لون مشت بالقدا، ثم 9 حنفيات يمشوا بالقدا، بعد مشت تضعف جت تضعف، بدينا الرئاسه في المندوبيه الرئاسه والرئاسه وحتى البرمجه من قبل الثوره مبرمجه، هو سهر ربي وهو رئيس جمعيه كان فوق تو كانوا يحلوا في البقعه باش يخرج منها باش يعملوا فيها الخزان، وان شاء الله ترتاح العباد باش يعملوا لهم، عملنا لهم دراسه، عملت هنا دراسه بالنسبه للناس تعبه في الماء، ان شاء الله تقدم المشروع وترتاح العباد. في الاول انطلق المشروع وكان قبل معناتها راهو رئيس جمعيه اخرى ليس هو، في الاول وصل معناتها الماء يمشي امورنا واضحه ومكفي المنطقه كامله، ووصلوا حتى يعملوا بها سوين، من بعد صحيح معناتها قدمت الحلاقم واحد اما فما شوي فساد زاد رسميات حتى الفساد موجود. تلاعب بالمشاريع سواء من المسؤولين الكبار سواء من رئيس الجمعيه، وهنا نحن عندنا قبل لشد رئيس شعب هنا يخدم رئيس جمعيه ورئيس حظير ورئيس على عائلته ورئيس على العباد الكل ورئيس على الجمعيه، واش يقرر هو كهو، وهذه خاطر تدخل فيها امور فنيه، الامور الفنيه ما يعرفوهاش هم الجمعيات، اغلبيه الجمعيات ما يعرفوش الامور الفنيه، من المفروض وقت اللي يقع نستنجوا بالفلاح، هم ما يمشوش للفلاح، يجي يقص ويعاود يعمل بلاستيك، وهذاك واش زاد ساهم في الفشل نتاع المشروع. يجاوبونا تو نجوا تو نعملوا تو نخدموا تو نعملوا منطقه هاو تو كذا هاو تو كذا، ما ثماش الهواء سواء، اكتبوا وظهر الحوض وروح البحر، فهم شيء. احنا الدوله شعره فما دراسات وشعره بالوضع نتاع خاصه انه الولايه تروا باجه عندك وبزرت وجندوبه في التقريب في نفس الوضعيه. شعر بضعف الكميات المائية الموجودة في الموارد الباطنية، واللي هي تزود أساسا شبكات الماء الصالح بالشرب في الريف. كما قلت لكم اللول احنا عندنا مشكلة في الموارد الباطنية، الدولة قاعدة تشوف ما بين هالصعوبات الكل باش تلقى الحل الأمثل، ما المجمع ما مشيتش والناس كل مقتنعة احنا ما مشيتش. تبنى سد سيدي البراق من 2002 عنده تو 13 عام، والسد يتعبى يطيش في البحر. كي تحكي مع المسؤولين يقول لك سيتيون ريزيرف استراتيجيك ماشي سكاكو،
ومش راهو ما فماش دي ريزو دو ترانسفير. لي ريزو دو ترانسفير موجودين لكن ما يخدموهمش على خاطر الانرجي كوتشير. افيك كان لوجيك اون انترفيان. هيا سيدي تقول لي الانفراستركتور بور ترانسفيري ما تكفينيش، اي وقتاش باش نعملوها؟ هو عندنا دي نوفيل تكنولوجي، عد الماء بالبحر افيك دي تويو فليكسيبل. D'accord, c'est une technologie nouvelle, mais faites l'étude. Orientez-vous vers des choses beaucoup plus nouvelles, innovantes. Yes, un ouvre-fumier, c'est l'un des moyens de se faire. Mais je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis إن شاء الله المشروع هذا تقف عليه رجالة بهي، وإن شاء الله الجمعية رئيس الجمعية والجمعية الجديدة يخدموا على أرواحهم، ومضى بين الناس كلها تشرب. حسب المقاولة اللي باش يدخل تو معناها إن شاء الله برمجة جديدة وما آخر جديد، معناها مش حتى هذا. لازم عندنا معناها نظرة شاملة ونظرة بروسبكتيف دون لافنير ونشركوا الناس الكل، راهي مشكلة المياه مش كان المهندسين بتاع الماء اللي مسؤولين عليها.